بيك. يا اهلا مرحبا. كرم في تونس بعد غيبة دامت 3 سنين تقريبا. انا كنت سنتين انا كنت التقيت بيك سنتين التالي في مهرجان قرطاج، كانت تتذكر في الحفلة الضخمة اللي اقمتيها في مهرجان قرطاج. تتذكر اخر زيارة الى مهرجان قرطاج، مش الى شوارع تونس وحفلاتها الاخرى، لقرطاج. سنت 97 كنت في مهرجان قرطاج. 3 سنوات. أيوة، بس سنت 98 جيت لتكريم النادي التونسي بمدرج قرطاج. ما كانش مهرجان رسمي لكن كان على نفس المسرح ونفس المدرج. نجوى كرم 3 سنين التالي على قرطاج، هذا موسم الألفية الجديدة. كيفاش كانت 3 سنوات نجوى كرم؟ كانت لخصها في كلمتين. 3 سنوات هني زادوا على الانتاج الفني اغاني جديده، البوم روح روحي والبوم عيون قلبي ما غنيته بعد بتونس وبقرطاج. كنت حابه الغياب لسبب بس، نوع من تحضير الجديد بخصوص المهرجان، لانه الفنان اللي بده يحضر على مهرجان بهالقيمه لازم يكون بعب المهرجان وعلى قد المهرجان ومستوى المهرجان، ولازم دايما يحمل الجديد للناس، لانه الجمهور التونسي جمهور خطير جدا، جمهور مطرب وليس مستمع. وانا فخوره جدا اني رح لاقي هالجمهور باقرب وقت، وفرحت اكبر اني انا مش المره الاولى اللي بكون فيها قرطاج، وانا سعيده جدا بالمشاركه مره ثانيه. نجوى كرم، قبل ما ندخل في مهرجانات 2000، هات ناخذ انطباعك، شو قعد في ذاكرتك من قرطاج 97 الذاكره؟ بقول كان مهرجان الاستقبال الرائع يلي استقبلوني فيه الاخوان التونسيين، واللي انا كنت اساسا عندي فكره عن استقبالهم، كيف بيستقبلوا الفنانين العرب وكيف بيحضنوهم، لانه عندهم كثير قيمه كبيره للفن وبيعرفوا بقيمه الفن. اخر مهرجانين خلينا نقول، انا شاركت بمهرجانين بفرد سنه يومين ورا بعض، كانوا من اروع ما قدمت بحياتي ومن الليالي الرائعه يلي قدمتها بحياتي. وبتمنى انه اذا ما بدي اكون افضل السنه، على الاقل بحلم وبتمنى ان يكون بهالمستوى اللي كنت فيه السنه اللي اختلف السنه. كيف انك غدوه بتاريخ 20 جويلية 2000 ستكونين بمهرجان المنستير الدولي، منطقه ساحليه جميله جدا في تونس، برنامج انوار الليله الفضائيه التونسيه؟ شكون معك ان شاء الله غدوه في ثارة 20 جويلية؟ تشوفوا لقطات بعد قليل. شنو حضرت في العروض اللي تختلف، مش قرطاج فقط، جوله في المدن التونسيه هكا؟ هيدا اللي مفرحني كمان اكثر، على اني اكون متواجده بين كل الشعب التونسي في كل انحاء تونس الحبيبه، وفرحتي لا توصف فعلا، لانه التور او الجوله اللي بدنا نعملها في تونس بتخليني اكون باتصال مباشر مع كل الناس التونسيين. هيك تكون فعلا حققت جوله كبيره كانت عندي حلم اياها من زمان، اني اكون بكل تونس. البرنامج اللي محضرته بتغني شنو فيه بالضبط؟ الصراحه هو قديم وجديد وكل شيء بحبه الناس يسمعوه، انا حاضره لحتى ازرع لو قدرت فرحه بقلوبهم، وانا جاي لهالغرض وجاي حقق الالبوم الاخير عيون قلبي، شوف صدى عند الناس. وصلت تونس للالبوم هذا ام لا؟ يعني عملتش مشاريع انك توصل اخر البومات في تونس كما وصلوا 3 سنين التالي؟ هو عيون قلبي جديد للناس، وروح روحي بعد ما نلعب هون بتونس، فبتمنى انه ينال اعجاب الناس. نجوى كرم، ان شاء الله ما ارهقكش وانت لسه واصله من بيروت على الخطوط التونسيه بطبيعه الحال، التعاون التونسي اللبناني. نسالك، هل ترى نجوى كرم بكل صدق الجمهور بشفقه وفيه معاه كيما 97؟ لانه بتراها مهرجانات سناء، حسب نحكيك على قرطاج شويه على المهرجانات، هم بعض الفنانين اللي جاوا في سنوات 95 96 97 وعملوا جمهور غفير، اسمهم مازال كيطلع وقتها بقوه، ولكن هذا الموسم كي رجعوا لقرطاج ما عملوش الحضور الجماهيري. اكيد انت تراك ثقه في روحك اكثر، او كيفاش ترى وفاء جمهور التونسي اللي كنت سناء حسب تقديرك الاول؟ يعني انا عندي ثقه كبيره بمحبه الشعب التونسي وما عندي اي شك بمحبتهم، وانا هذا اللي خلاني اجي، الطمع بهالمحبة هيدي، أنا طمعانة بمحبتهم وبتمنى إنه لو ما حققتش أفضل من السنين الباقية مثل ما قلت، على الأقل لاقي نفس الاستقبال ونفس الهتافات ونفس نفس التعاطف والتجاوب مع الجمهور التونسي.
بكل صدق بحكيه بصراحة، وأنت فنانة معروف عليك الصراحة والصدق، ومعروف عليك أنك حساسة. بتغني في قرطاج وبتغني في مهرجانات أخرى، نفس العطاء باش يكون أم مركزة أكثر على قرطاج؟ الجمهور كله يتبع فيك وينتظر فيك. شوف، في دائما للفنان مهرجانات تقليدية، هيدي بتبقى دائما حلم أو بيطبع فيها الفنان بصمة، لو ما كانتش بحياته بتكون في شيء عنده ناقص. مهرجان قرطاج من المهرجانات يلي بتبقى لازم تكون بحياة الفنان حتى يعتبر فنان، وأنا من الأشخاص يلي لما بندعى على هيدا المهرجان بالذات بعتبر حالي إنه فعلا بيكون عندي ثقة فعلا بنفسي أكثر، إن الفنان الحمد لله إلي نوعا ما بعض الرصيد في قلوب الناس.